أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. أولا، سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة، وقيل إن أول سورة نزلت كاملة اقرأ، وأن الله تعالى كملها ثم جاءت السورة، فالله أعلم. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن، تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، ولهذا سميت أم القرآن. والأم هو المرجع، المرجع للشيء يسمى أمة. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي قرأها على اللبيق، قال له: وما يدريك أنها رقية. وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، وصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب أو الأحوال، وهذا غلط. تجد مثلا إذا دعا ثم دعا ثم دعا قال بعد ذلك الفاتحة، إيش الفاتحة؟ من أين جاء؟ أو بعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيت والاتباع. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حاجة إلى الكلام عن البسملة من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب، لأنها تكررت علينا كثيرا. لكن الكلام، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، ويرى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة. ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة، وهذا القول هو الحق. ودليل هذا أن النص وسياق الآية وسياق السورة، أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة. أما من حيث السياق فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، سبع آيات بالاتفاق. وإذا أردت أن توزع سبع آيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية التي قال الله فيها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لأن الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، وكلها حق لله.
إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة يعني وصف الآن، وهي قسمان، قسم منها حق لله وقسم حق للعبد. اهدنا الصراط المستقيم للعبد، الصراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. ثم أي من جهة السياق من حيث اللفظ، لو قلنا إن البسملة آية لازم أن تكون الآية، أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر كم؟ على قدر آيتين، لازم أن تكون طويلة على قدر آيتين. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم من سطر عندكم؟ سطرين. اهدنا الصراط المستقيم سطر عندي، مالك يوم الدين أقل من سطر، الرحمن الرحيم كذلك، والحمد لله رب العالمين كذلك. فكيف يكون هناك تناسب مع أن بعض الآيات أقل من السطر وهذه إيه سطران؟ فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست منها، كما أنها أي البسملة ليست من بقية السور. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصف والفعل، فهو كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولا بد من هذا القيد. قال أهل العلم لأن مجرد الوصف بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا. تجد بعض الشعراء يقف أمام الخلفاء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيه ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منه، لكن حمدنا لربنا عز وجل محبة، محبة وتعظيم. فلذلك صار لا بد من القيد أن في الحمد أنه وصف محمود بالكمال إيش؟ مع المحبة والتعظيم. وقول لله الله عز وجل هذا اللفظ عالم على ربنا، على ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، وهو عالم تتبعه الأعلام الأخرى أي تتبعه الأسماء، ولهذا دائما يأتي متبوعا إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فإن كلمة هذه الكلمة تابعة لما قبلها وهو قليل. وقوله رب العالمين، الرب هو من سمع فيه ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق عز وجل وهو المدبر لجميع الأمور وهو المالك لكل شيء. والعالمين قال العلماء كل من سوى الله فهو عالم، فهو من العالم، ووصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، ولو أنه جاء بالرحيم وحده وبالرحمن وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل، الرحمن الرحيم. وفي ذكر الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبية دليل على أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة، الرحمة للخلق، الرحمة الواسعة الواصلة. مالك يوم الدين، مالك صفة لرب، وهو جل وعلا ما نعم
ويوم الدين هو يوم القيامة. والدين هنا بمعنى إيش؟ الجزاء، بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. فإن قال قائل أليس مالك الدين والدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد، فيقول لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك رب، أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن حياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم. طيب، إذن خص ملكه في يوم الدين لأنه تظهر فيه ملكوته وملكه. وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين، والملك أخص من المالك، لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة، ولا يسمى ملك إلا من تحته رعية. أما مالك فهو ليس له سلطة مطلقة، ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته رعية، ولهذا تجد الفقير الصلوك يملك بقرته، يملك شاته. لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهو أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون ملكا مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، لكن الرب عز وجل مالك ملك. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. لو طلبنا إعراب إياك نعبد فبماذا تجيبون؟ نعم، أنه مفعول به مقدم. ولماذا انفصل مع إمكان الوصل؟ يعني يمكن أن يقول نعبدك، فنقول لو وصلنا فات أمر مهم، ألا وهو الحصر. فهنا لما قدمناه للحصر لازم أن يفصل. لو قلت كنعبد ما يستقيم الكلام، وليس باللغة العربية. إياك يعني لا سواك، نعبد أي نتذلل له أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام، ذل لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، يسجد على موطئ الأقدام، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل. والعبادة تتضمن القيام بكل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد. لو لم يفعل الأمر، يعني لو لم يفعل المأمور به، فهل يكون عابدا حقا؟ أبدا. ولو لم يترك المنهي عنه ما كان عبدا حقا. العبد الذي وافق المعبود في مراده الشرعي. إذن فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه. ولكن هل قيامك هذا يمكن أن يكون بغير معونة الله؟ لا يمكن. ولهذا قال وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا إياك على العبادة
والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيها قراءتان بالسين وبالصاد الخالصة، الصراط والصراط، والمراد بالصراط هنا الطريق، والمراد بالهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما وعملا، علما وعملا. ولهذا جاءت متعدية بنفسها إلى المفعول لا بحرف إلى الدال على الغاية، عرفتم؟ فيشمل الهداية إلى الطريق وهذا بالعلم، والهداية في الطريق وهذا بالعمل والتوفيق. وقول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهذا الصراط الذي لا اعوجاج فيه بين الله تعالى في هذه الآية قول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أصناف الناس أنها ثلاثة: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، وإيش؟ والضالون. فمن هؤلاء؟ الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، والذين غضب الله عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين عاملوا بغير علم، جاهلون، يريدون الحق ويريدون العبادة لكنهم جاهلون، تعبدوا لله بغير علم. وانظر كيف قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن مخالفتهم لطريق الذين أنعم الله عليهم أشد، لأنهم خالفوا عن علم، والمخالف عن علم أشد كبرا واستكبارا وعقوبة من الذين خالفوا عن غير علم. وكلا الطائفتين ضالة، بل كلتا الطائفتين ضالة، وذلك لأنهم ليسوا على هدى من الله. وفي قوله أنعمت عليهم قراءة وكذلك عليهم ضم الهاء وكسرها، أي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قراءة سبعية. ولكن أكرر ما قلته سابقا أن القراءات التي ليست في المصحف لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة، لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة لسببين، بل لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه، إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته، لا شك تهبط عندهم لأنهم عوام لا يفرقون. فينبغي أن يقرأ القرآن الكريم محترما لا يغير فيه بشيء. ثانيا أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف، العام ما الذي يعلم؟ لو يجي إنسان يقرأ عليه مثلا بقراءة غير اللي في مصحفه لكان يهجم عليه وربما يضربه، ربما يطرده من المسجد. القرآن عند العامة محترم جدا، وهو عندنا والحمد لله، لكن إذا أتيت بما لا يعرف العامي فلا ويلك منه. وهذه مفسدة، أن الناس يستهينونك ويقول هذا ما في خير، هذا ما يعرف ولا يقرأ. نعم، الآن لو تقرأ عند العام صراط الذين أنعمت عليهم، نعم، ترى هذا ما يعرف، يضم اسمه إلى بعض يقول عليهم، ليش ما قال عليهم بالكسر؟ نعم،
المسألة الثالثة أنك إذا قرأت عند العوام وأحسن العامي بك الظن وقال هذا إنه لم يقرأ إلا عن علم ثم حاول أن يقلدك مرة أخرى فقد قد يخطئ ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأه وهذه مفسدة. ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. عمر بن الخطاب مع هشام بن الحكم ماذا فعل به حين قرأ في سورة الفرقان بقراءة لم يسمعها عمر؟ نعم جبله وتله وخاصمه وأنكر قراءته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. قال لعمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت لأن القرآن في الأول نزل على سبعة أحرف. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءتك؟ نعم يا ولك منه. والحمد لله ما دام أن العلماء متفقون على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس فدع الفتنة وأسبابها. والسورة فيها فوائد عظيمة وقد شرحها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شرحا لا تجده في غيره من الكتب شرحا عظيما. نعم باقي انت لا فالدقيقة هي. الحمد لله رب العالمين. عندنا درس القضاء أكملنا الفاتحة الفائدة الفاتحة. طيب لا عبد المخيم مجلة ثلاث مجلدات لأن ما تيسر. من فوائد الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين إثبات الحمد لله عز وجل الكامل وإثبات استحقاقه واختصاصه بذلك. أما الكامل فمصيغة ال في الحمد وأما الاختصاص والاستحقاق فمن اللام لله. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم وصف الله تعالى بالألوهية على وصفه بالربوبية لم يقل لرب العالمين ولكنه قال لله رب العالمين. وهذا إما لأن الله هو الاسم العالم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء وإما أن يقال لأن الألوهية قدمها الله عز وجل على ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى لأن الذين جاءت إليهم الرسل ينكرون إيش؟ الألوهية فقط. ومن فوائدها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم بقوله العالمين. وسبق لنا في التفسير أن المراد بالعالم من سوى الله عز وجل كل المخلوقات النامي وغير النامي والعاقل وغير العاقل. الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الفعل الوصف والرحمة التي هي الفعل. ومن فوائدهم أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة لأنه لما قال رب العالمين كأن سائل يسأل ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية التي بعدها مالك يوم الدين أو ملك
إثبات ملك الله عز وجل وملكوته ليوم الدين، وإنما خص ذلك لما ذكرناه في التفسير من أنه في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك أيضا. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من فوائدها إخلاص العبادة لله في قوله إياك نعبد، ووجه الإخلاص تقديم المعمود. ومن فوائدها أيضا إخلاص الاستعانة لله عز وجل لقوله وإياك نستعين حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ قلنا المعونة الاستعانة نوعان: استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه ليست عبادة. ولهذا قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ قلنا لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به. فلو أن أحد من الناس استعان بقبر فإن هذا حرام، بل هو شرك، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف ينفعه؟ ولو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك، شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعينك وهو هناك. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة؟ قلنا الأولى أن لا تفعل، الأولى أن لا تفعل. فالإنسان مأمور أن يعين أخاه، لكن الغير لا ينبغي أن يستعين، لأن استعانته بغيره من باب السؤال المذموم. لكن أنت إذا رأيت أخاك قد احتاج إلى معونة فأنت مأمور بأن تعينه، ولكن لو استعنت فإنه ليس حراما، ليس حراما عليك، إنما هو ترك للأولى، إلا إذا علمت أن استعانتك به مما يسره وينشرح له صدره، فهنا إذا استعنته تكون محسنا إليه، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل بيته ووجد البرمة على النار فيها اللحم، فلما قدم له الطعام قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى يا رسول الله، لكن هذا لحم إن تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية. أرأيتم بريرة في هذه الحال هل سيكون هذا الأمر شاقا عليها؟ أبدا، بل ستسر به وتفرح. فأنت مثلا إذا استعنت بأخيك في حاجة من الحوائج وأنت تعلم أنه يسر بهذا ويفرح، فإن استعانتك به تكون إحسانا إليه. لكن لو استعنت بشخص يرى أن استعانتك به أثقل عليه من جبل أحد، هل تستعينه؟ لا، من هذا فيه إحراج عليه وفيه إذلال لك أيضا. ومن فوائد قوله اهدنا الصراط المستقيم لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه إياك نعبد، ومن استعانة لتقوى على العبادة لقوله وإياك نستعين، ومن اتباع للشريعة في قوله اهدنا
الصراط المستقيم. فصارت هذه الآية الثلاث متضمنة للدين كله، عبادة، والثاني استعانة، والثالث اتباع، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاءت بها الرسل، وبالنسبة لنا هو الشريعة، هي الشريعة التي جاء بها من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني هذا أن نتبع رسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، يعني لم يقل اهدنا إلى، بل قال اهدنا الصراط. والفائدة من ذلك لأجل أن يتضمن طلب الهداية التي هي دلالة العلم ودلالة وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله سبحانه وتعالى قد هدى كل أحد. الثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، وهذه قد يحرمها بعض الناس. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا له. فلهذا حذفت إلى، ليكون طلب الهداية في هذه الآية شامل لهداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والاتباع. ومن فوائدها أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة ذكر التفصيل بعد الإجمال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن التفصيل بعد الإجمال فيه فائدة. فإن النفس إذا جاء الكلام مجملا تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان. فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم فيه أيضا فائدة ثانية، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. ومن فوائدها أيضا هي وما بعدها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم آخر غضب الله عليهم، وقسم ضالوا. فالذين أنعم الله عليهم سبق أنهم الذين علموا الحق واتبعوه، وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا الحق وخالفوه، وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق. وأسباب الضلال والخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد. فمن الذي سبب خروجهم العناد؟ هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود. والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل هم كل من لا علم الحق وعلى رأسهم النصارى، وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة، يعني النصارى. أما بعد البعثة فقد علموا الحق، فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم، بل هم أشد، لأنهم يؤمنون بالنسخ، يعني النصارى، ولهذا يؤمنون بأن شريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى، واليهود لا يؤمنون بذلك، فهم على جادة باطلة، وأولئك تناقضوا. فآمنوا بنسخ الشرائع في من؟ في عيسى بالنسبة لشريعة موسى، ولم يؤمنوا بنسخ الشرائع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشريعة عيسى، فكانوا متناقضين، وكان طريقهم أخبث من طريق اليهود. وعلى كل حال الصورة هذه عظيمة، ولا يمكن لي ولا لغيري أن نحيط بمعانيها العظيمة.
لكن هذا قطرة من بحر. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكرت فيها البقرة. واعلم أن التسمية تكون بأدنى ملابسة، ولذلك تجد بعض السور فيها كلام كثير عن موضوع معين ولا تسمى به السورة، وفيها كلام قليل تسمى به السورة. وتسمية السور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران وغيرهما كثيرا، وفي بعضها التسمية التوقيفية. أما البسملة فقد سبق الكلام عليها وبينا أنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى براءة. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم هذه الكلمة مكونة من ثلاث أحرف هجائية، ألف ولام وميم. فما معنى هذه الحروف التي تركبت منها هذه الكلمة؟ كثير من المفسرين يقول الله أعلم بما أراد، وهذا لا شك أنه تأدب مع الله عز وجل وإمساك عما لا يعلمه الإنسان. ومنهم من جعلها رموزا لأشياء معينة إما من أسماء الله أو غيرها من الحوادث، وهذا لم يبني ما قاله على علم. ومنهم من قال إنها حروف هجائية ليس لها معنى ولا نعلم لها معنى حسب مقتضى اللغة العربية. والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، وعلى هذا فمن حقنا أن نقول ليس لها معنى بناء على أن القرآن عربي وأن مثل هذه الحروف المركبة ليس لها معنى. وهذا قول مجاهد رحمه الله وهو إمام التابعين في التفسير، وهو القول الذي تقتضيه الأدلة. ولكن يبقى النظر لماذا جاء الله بها وهي ليس لها معنى حسب اللغة العربية. نقول إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من كلامه، بل أتى بما تركبون به منه كلامكم، أتى بما تركبون منه بما ترتبون منه كلامه وتبنونه. أنتم كلامكم حروف ألف باء تاء تاء إلى آخر. هل القرآن جاء بشيء زائد؟ لا. ومع ذلك أجزتم أن تركبوا مثله، أعجزكم. وقد ذكر الله تعالى إعجاز القرآن على أربعة أوجه: إعجاز بكل القرآن، وإعجاز بعشر سور منه، وإعجاز بسورة منه، وإعجاز بمثله. كلها ذكرها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة، كما تحداهم على أن يخلقوا أدنى مخلوقات الله، فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالقول الراجح في هذه المسألة أعني الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض السور أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها، بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. ولهذا تجد السور المبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب جاء بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لم يأتي بها ذكر القرآن،
لكن جاء بعدها ما لا يمكن إلا بوحي. انت أدر؟ نعم اي نعم. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب يجوز أن نجعل الكتاب خبر ذا، ويجوز أن نجعلها نعتا عطف بيان. فإن جعلناها خبر ذا صار قوله لا ريب فيه جملة مستأنفة، وإن جعلناه بدلا عن الطيان صار لا ريب فيه إيش؟ خبر اسم الإشارة. والكتاب المشار إليه هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، إنها كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. لا ريب فيه، لا ريب، ما معنى الريب؟ الشك. هكذا فسره أكثر العلماء، أن الريب هو الشك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة، يقول لا يوجد في اللغة العربية كلمة مرادفة لأخرى من كل وجه، لا بد أن يكون بينهما فرق. فالريب هنا ليس مطابقا للشك بإزائه من كل وجه، لأن الريب يقول شك مع قلق، شك مع قلق وارتياب، فهو إذن أخص من الشك. لكن لا مانع أن نفسر الكلمة بما هو قريب منها، لا سيما إذا كان المخاطب لا يتصور الفرق. وقوله لا ريب فيه لا نافية للجنس، فيشمل أدنى ريب، يعني ما فيه أدنى ريب. وقوله هدى للمتقين، الهدى بمعنى الدلالة، القرآن نفسه لا يهدي هداية التوفيق، لكنه يهدي هداية دلالة، هدى للمتقين. في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فأي فرق بين هذا وهذا؟ نقول أما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل، أن القرآن يمكن أن يهتدي به كل أحد، أن يهتدي به كل أحد. وأما إضافة الهدى إلى المتقين فلأن المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدى لهم. ومن المتقون؟ الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله. في هذه الآية الكريمة هو بيان أن كلام الله عز وجل حروف، خلافا لمن قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، ونحن نشرح ذلك. أصول الخلاف في هذا القرآن الكريم أو في كلام الله عموما، أولا من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما ينقل من كلامه أو يسمع فهو عبارة عنه وليس هو كلام الله، بل عبارة عنه وهو مخلوق. والثاني قال إن الله تعالى لا يتكلم وكلامه مخلوق كسائر مخلوقاته، كسائر المخلوقات. ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت، وليس كلامه هو المعنى فقط، بل كلامه اللفظ والمعنى. وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق، لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، لأن النداء يكون للبعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا، أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم
فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه. ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت، وليس كلامه هو المعنى فقط، بل كلامه اللفظ والمعنى. وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق، لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، لأن النداء يكون البعيد. ولما قرب، يعني لما قربه الله، قال قربناه نجيا، أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه، لكن وقع ولا بد من بيان الحق. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من المخلوقات، أصوات يخلقها الله وحروف تكتب، فهو كسائر المخلوقات. ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه، قولوا صوت سمع على هذا الوجه، يعني كأنه صدع. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد. الأشعرية يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته. فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي، لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل، ولا تفيد أمرا. لا تقربوا الزنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل، فلا تفيد نهيا. ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنهم أبطلوا الأمر والنهي والشرائع كلها. من فوائد انت الله طيب والله أول القرآن وعلى سمعهم قف. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. طيب نعم، وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا للإعادة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب لا ريب فيه
إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر، وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت جملة استئنافية محلها النصب على الحال، يعني حال كونه منتفيا عنه الريبة. وقول لا ريب فيه أي لا شك، وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب، ونفي الشك هنا الشك في ثبوته، يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله. ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار، فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن، بل هو حق ثابت. وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية، وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى، ولكن الأولى أن يكون خبرا للا النافية، وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب، يعني حال كونه هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين من الناحيتين العلمية والعملية. أما العلمية فهي هداية التوفيق، فهي هداية الدلالة، فإن مصدر العلم هو هذا القرآن، هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه، ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه. أما الثاني فهو هداية العمل، فإن المتقين هم الذين اهتدوا به عملا. وقول المتقين اسم فاعل، والفعل منه اتقى، ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلم أن التقوى تقرن تارة بالبر، كقوله تعاون على البر والتقوى، وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وتارة تذكر وحدها، فإن ذكرت وحدها شملت الدين كله، لأن الدين كله وقاية من عذاب الله، وإن اقتنعت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، فهي تفسر في كل سياق بحسبه. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المنافقين من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي يقرون به ويعترفون به. والمراد بالغيب هنا ما غاب عن الناس مما أخبر الله به ورسوله، مما أخبر الله به ورسوله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل. يؤمنون به، فيؤمنون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، يؤمنون كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين، يؤمنون بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة، لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، نعم، هل يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة؟ نعم، لأنهم عالم الغيب. ويقيمون الصلاة أن يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها. وقوله
وقضها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة، لأنها هنا اسم الجنس يشمل كل الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم جار ومجرور متعلق ينفقون، المعنى مما أعطيناهم ينفقون، وأول ما يدخل في ذلك الزكاة، إنفاق الزكاة، فإنهم يقومون بها. وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المساو إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم، على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل، هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا. ها؟ نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية هذا أيضا مصداقه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية هنا معطوفة على ما سبق عطف صفات لا ذوات، والأصل في المعطوفات أن تكون ذوات ذواتا، لكن هنا العطف عطف صفات، لأن الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب لا في القرآن ولا في باللغة العرب. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فهذا عطف صفات، عطف صفات بعضها على بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وربما نقول إنه أشمل من القرآن لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة. وما أنزل من قبلك من الكتب كالتوراة والإنجيل. وبالآخرة هم يوقنون، قوله بالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وأتى بكلمة هم للتوكيد، وإلا لو حذبت وقيل وبالآخرة يوقنون استقام الكلام، لكن من أجل التوكيد أتي بالضمير هم. وقوله يوقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتفرق إليه الاحتمال، لأن الإيمان لأن اليقين هو العلم القطعي. هذه من صفاته. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق، على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل. وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا منة خاصة، فهي ربوبية خاصة لهم ليست الربوبية العامة. وأولئك هم المفلحون، كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم. وقوله هم المفلحون، يقول علماء إنهم هنا ضمير فصل، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، لأنه إنما أتى به للتوكيد. قالوا وفائدته أو فوائده ثلاث: الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر الذي هو التخصيص، والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني أن الفلاح محصور فيه. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. نرجع إلى هذه الآيات
نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب لقوله ألف لام ميم كما بين ذلك واضحا في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن لقوله ذلك الكتاب، فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه لأنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته وهو الله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، وأن القرآن ليس محلا للريبة. المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي، والثاني أن هذا القرآن ليس محلا للريبة على تقدير أن لا نافية. وقد بينا لكم التفسير أن قوله لا ريب فيه فيها قولان للعلماء، القول الأول أن النفي هنا بمعنى النهي وأن المعنى لا ترتاب فيه، والقول الثاني أن النهي هنا على بابه، والمعنى أن القرآن لا ريب فيه ولا إشكال فيه. وضع جماعة إذن من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن، وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين، وهو الآية هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابه والعمل به فاعلم أنك ممن أجمع من المتقين، لما قال هدى للمتقين. فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر فإنك من المتقين. ويتفرع أيضا على هذا فائدة أخرى، إذا رأيت الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فاحذر، فإن هذا يدل على نقص تقواك، لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت انتفاعا بالقرآن واهتداء به. ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب، وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب لقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة ما هو إيمان، الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا يا عبد الله بن عوض. والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا من الذل ما فيه، كان بالأول يقتل بني إسرائيل إذا لم يوافقوه، والآن صار تبعا لهم. ما قال آمنت بالله أو برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأتى باسم الموصول الدال على التفهيم والتعظيم ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به. وهذا غاية ما يكون من الذل، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا، ولهذا قيل له الآن ما في فائدة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حق،
الإمام بالشيء الشافع شوف هذا الباب تقول هذا باب أؤمن بأن هذا باب نعم هذا الإمام لو قلت أنا أؤمن بأن حولي رجال بأن حولي رجالا يطلقون العلم هذا إيمان هو إيمان أما حولي رجالا صحيح ليس إيمانا لأنه مشاهد أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنهم مبنيين على ظني فيما يريدون بطلب العلم وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا نعم لا تجعلوها إيمانا بالغيب اجعلوها إيمانا بالمحسوس طيب يقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة الصلاة وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان لقوله ويقيمون الصلاة ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة وأن الإنسان يأتي بها كاملا على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده أما أن يصلي صلاة لا روح فيها أو صلاة لا تجزئ رسميا أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بمقيم للصلاة أفهمتم؟ يعني ربما يجي إنسان يصلي صلاة من أتقن ما يكون ظاهريا فهذا باعتبار الرسم أقامه قائم يقوم بخشوع في الرأس وفي الركوع يطمئن في السجود يطمئن لكن قلبه في واد وجسمه في واد هل أقامها؟ لا ما أقامها هي قشر قشر منتفخ لكن تطلع ما في اللب لعدم ايش الخشوع لعدم الخشوع ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه انه كره المنكر ولا كره الفحشاء مع ان الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن لا يحس بذلك لأنها قصور صلاة نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة لأنه هو الآن أشد ما نجاهد عليه هو هذا يعني قضية الرسم أن الإنسان يأتي بالصلاة باطمئنان ظاهري هذا الشيء سهل الكلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب لكن حاول مرة بعد أخرى كل ما جذب الشيطان قلبك رده وثق انه من حين ما تجذبه الى الصلاة تبدو الى الصلاة سوف يرده سوف يجد هناك تجاذب لكن استمر وان شاء الله في النهاية يزول طيب من اقامة الصلاة الطمأنينة فيها التي افتقدها بعض الناس ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس تجدوا يقول سمع الله لمن حمده الله ايش قلت اطمئن ما اطمئن هذا لا صلاة له لو يصلي الى يوم الدين ما بالصلاة لان الرسول قال للرجل ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما وفي لفظ حتى تطمئن قائما لا بد من الطمأنينة وعلى كل حال لا حاجة إلى أن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس لأنها معروفة من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة إيش من أين تؤخذ مما رزقناه لأن لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته
ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل لقول مما رزقناه. هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم لا، الذي أعطاك المال هو الله، مما رزقناهم، ولم يقل مما كسبوا، قال مما رزقناهم. وحتى ما كسبه الإنسان هو بتيسير الله، وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لكن هنا أطلق ولم بل هنا أجمل المنفق فيه، قال مما رزقناه ينفقون، يعني بين المنفق منه ولم يبين المنفق فيه. نقول نعم، لكنه بينت في آيات كثيرة، بينت في آيات كثيرة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقت من خير فللوالدين. فالجواب، يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. كأنه قال اسألوا عن ماذا تنفقون، نعم اسألوا فيما تنفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، عن إيش؟ قول يا جماعة وش ينفقون، نعم ماذا ينفقون. فقال الله عز وجل قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فبين ما ينفق فيه، لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطغوت، والشيء النافع في سبيل الله أي فيما يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله فما قل ما أنفقتم من خير، قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه، وهو أن يكون الإنفاق خيرا. على كل حال الآية هنا أجمل، أجمل الله فيها الإنفاق، مما رزقناهم ينفقون فأجمل، فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، الفوائد سبقت أخذناها نعم. قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عطف على ما سبق في قول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة. من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وأن هذا من خصال المتقين لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائد الآية
أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة. وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإيقان بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث الناس فيه، بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال يدخل في الإيمان بالأمر الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون، هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم. أما حالهم فقال على هدى من ربهم أي على علم وبينة، ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله أولئك على هدى من ربهم. ومن فوائدها أيضا أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، لأن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط، لكنها ربوبية خاصة اقتضت العناية التامة بهم. ومن فوائدها أيضا أن مآل هؤلاء هو الفلاح بقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم لأن هذه الجملة وأولئك هم المفلحون تفيد الحصر. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان في القسم، بيان للقسم الثاني من الناس، لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم، الأول المؤمنون الخلص والثاني الكفار الخلص في هذه الآية. إن الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به، فإذا كفروا به فهؤلاء كفار. طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك، لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، لأن الجملة التي تسقط في المصدر يعني تحول إلى مصدر لا بد أن تقترن بحرف مصدري مثل أن وعن وما المصدرية ولو المصدرية، لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من أدوات المصدر. لكن إذا جاء السواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهذه تكون نعم تسبك بمصدر، فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمهم. والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن يتسلى إذا لم يؤمنوا فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون. وقوله سواء عليهم أأنذر، نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدم. وقول أأنذرتهم، الإنذار هو الإعلام بتخويف وترهيب. أم لم تنذرهم، هذا القسم الثاني. هذه أم هنا متصلة
أو منفصلة منقطعة؟ هذه متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنى. والفرق اللفظي، المتصلة يصح أن يحل محلها أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو، بل يحل محلها بل، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة هذه خبر ثاني. أين الخبر الأول؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه هي الخبر الأول، وقول لا يؤمنون الخبر الثاني. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته، وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد كتم على قلبه. أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني هؤلاء لهم النار انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم. الختم بمعنى الطبع، وأصله من الختم الذي هو الخاتم، لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول بالكتابة، يعني أنه انتهى الأمر. فهؤلاء ختم الله على قلوبهم. وأيضا يشبه وعاء النفقة، إذا ختم عليه بالشمع الأحمر كما يقولون فإنه مع أن أمره منتهي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني وختم على سمعهم. وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه، وعلى السمع صارت لا تسمع سماعا ينفع. قال: وعلى أبصارهم غشاوة. هذه جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء، فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى، وهي القلب، والثاني السمع لما يقال، والثالث البصر فيما يرى. فالأبواب الثلاثة كلها سدت. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإن قال قائل: هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله؟ فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا رأيت أحدا قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه. ولهم عذاب عظيم، ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم، لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار، وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده.
انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق وهم الكفار الخلص الصرحاء. في هذه الآية الكريمة الأخيرة دليل على أن القلوب محل الوعي لقوله ختم الله على قلوبهم، يعني فلا يصل إليه الخير. وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد. وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومن فوائد هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم تقول ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هي برد عندكم يعني. ومن الناس من هنا للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض. فهنا لو في غير القرآن لو قال وبعض الناس يقول لكان الكلام مستقيما. إذن من للتبعيض، من الناس من يقول، من هذه مبتدأ مؤخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقول ذلك بلسانه، أما في قلبه فلا. ولهذا قال وما هم بمؤمنين. بمؤمنين في إيش؟ مثلا إلى الآن طيب، وما هم بمؤمنين في قلوبهم، لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. بل قد قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بعده وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يبتلون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم، لكن لا خير فيهم. ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد، فمن أراد أن يراجعه فليراجع. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدأ سبحانه وتعالى، يعني الذي ابتدأت منه أمور، واليوم الآخر لأنه هو المنتهى. والإنسان إذا آمن بالله وباليوم الآخر استقام، ولهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لن يؤمن بالله، لأنه ماذا يحصل، ماذا ينتظر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ فلن يؤمن بالله. قال وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، كقول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد كلها معاني متقاربة، ويشملها هذا التعريف التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم
من حيث لا يشعرون. هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قال غلمنا لا يقولون غلمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه. ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله. ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم. يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه، فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا؟ قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا إيمانهم